خلاص لازم واحد يستعد يحضر روحه نفسيا. بس خلاص، بس انا شفتني يعني اسبوعين يعني عادي، ما مش مقلقتني نحكيها، بس في حاجات تانية يعني كده يعني مش انا كويس. انا الحمد لله ان انا يعني سبحان الله، يعني حاجة بتاعت ربنا ان هو مخليني هادية وعادي و... ليه عادي اكيد ان شاء الله هترجع يا رانيا. يعني خلاص يا رانيا ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي ترجع، انت بدي ترجع يا ربي والله. انا عايزة ارجع عشان انا حاسة اني لسه ما طلعتش حاجة. هذاك علاش قلت لك انت اول مره نوميني، ومتاكد اللي انت عندك جماهير. يا رب ان شاء الله جماهير كبيره ياسر، مصر باش تصوت لك، وتزاير باش تصوت لك زاده، وكلهم باش يصوتوا لك ان شاء الله يا رب. وانا كانك علي انا يعني كان جيت يعني كان خرجت يعني بالجمهور وقعدت انا باش صوت لك اللي كنت خاطر المره الاولى صوت لطاهره. طاهره صحيح يعني اختي وكل شيء، مي طاهره يعني خرجت معايا نوميني اكيد دخلها يعني غيره. اكيد فاش نحكيه يا اخي ان اف بي اي. شبت فهمت يا انا عادي عادي، هذه هي هذه هي وكا. ربنا يستر يا اخي. اخي ان شاء الله كل ما فكر مهما إن كانت خير، مهما كانت خرجت انا ولا ان شاء الله اذا قدر ربي طاهره ولا انت، مهما كان اكيد وصولي لهنا نفسه كلها خير بالنسبه لنا، حاجه كلها خير الحمد لله.